وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل للقوات البحرية المصرية. وتعد هذه القاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، فضلا عن تأمين خطوط النقل البحرية وأيضا المحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي. حول المزيد على هذا الموضوع ينضم إلي من القاهرة إذن عبر الأقمار الصناعية السيد أحمد عاطف رمضان، وهو مدير تحرير الشؤون العسكرية في صحيفة الدستور المصرية. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. بداية، بوجهة نظرك، ما هي الأهداف الرئيسية من إنشاء هذه القاعدة 3 يوليو البحرية التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم في ظل وجود وتمثيل عسكري وسياسي بهذا الافتتاح؟ أهلا بحضرتك. بداية، التنامي العسكري أو التنامي الاستراتيجي المصري في الفترة الأخيرة لنشر قواعد عسكرية جديدة على نطاق البحر الأحمر والبحر المتوسط تتماشى مع التقسيم العسكري الجديد وحركة التنمية التي تتواكب مع الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بظهور أهداف استراتيجية لمنصات بترولية وحقول غاز وثروات معدنية في باطن البحر والحدود التي رسمتها مصر مع الدول الجوار في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر. الهدف الرئيسي لهذه القاعدة من وجهة نظري أنها تمثل حائط الصد والتأمين الأول من اتجاه الشمال الغربي لمصر، وأيضا لأنها ليس فقط للتأمين ولكن أيضا لحماية الجزء الغربي، لأنها تبعد 140 كيلومتر عن الجانب الليبي والأشقاء الليبيين. كان من الصعب قديما أن تقوم القطع البحرية المصرية إذا حدث أي أمر ما أو حدث ما في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أن تنطلق من قاعدة اسكندرية أو أبو قير في اسكندرية. ستكون تكلفة عالية، كلفة عالية مادية ووقتية، وتؤثر على القرار السياسي للدولة. لكن الآن أصبحت تلك القواعد الجديدة سواء برنيس أو سواء القاعدة الأحدث 3 يوليو أصبح بمساحات وسطية وبسيطة جدا وتوقيتات زمنية بسيطة، بإمكانك الوصول لأي هدف في مياهنا الإقليمية أو المياه الدولية أو حتى أي تهديد. انطلاقا مما تقول سيد أحمد، تتحدث إذن عن أهداف استراتيجية. نتحدث عن هذه القاعدة التي تابعنا افتتاحها التي تقع بالقرب من ليبيا. أيضا هذا الافتتاح اليوم شهد مناورات عسكرية تحت عنوان قادر 2021-2020، وكأنه هناك نوع من إظهار القوة. أيضا أي رسالة ترسل مصر في هذا التوقيت بالتحديد ولمن؟ بالتأكيد هي رسالة أو عدة رسائل، كمان هذه المناورة قادرة 2021 عدة رسائل لكل من، وأستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها مسبقا، أنها لكل من تسول نفسه المساس بأمن مصر القومي، سواء حقوق مائية سواء حقوق برية سواء حقوق اقتصادية سواء في مياه المتوسط. وحضرتك طرينا وكل العالم يرى الصراع الموجود في شرق المتوسط على الغاز وعلى الحدود. هذه رسالة ضمن عدة رسائل بأن مصر أصبح لها الذراع الطولة وبإمكانها أن تصل لأي مكان تريد، ولن تسمح لأحد بالمساس بأي مقدرات اقتصادية واستراتيجية لأمن القومي.